كاشي لما عملنا هذا سميتو هذا التروفي بهذا الشكل هذا مقصود يعني باش يبقى مقرابي في الدماغ ديال الناس والضيوف ديالنا انه هذه راه تيبوان كنسمع العود كنسمعوا بيت العود كنقولوا القاهره كنسمعوا بيت العود كنقولوا ناصر الشما لما نشوفوا هذه نقولوا تيبوان حنا هذا هدفنا هدفنا ماشي هو غير نفرجوا الناس ماشي مسؤوليتنا مسؤوليه هذا المهرجان هو ايجاد الفرصه لتنميه المدينه على المستوى الاقتصادي من خلال السياحه الثقافيه هذا هو الهدف البعيد ديالو سمحتي واحد الاشاره اذا سمحتي واحد الاشاره مهمه عرفت شو التقت قلت ان مخت هذه السنه على الاقل هذه السنه حرصنا باش تكون مجموعات ماشي فرادى ماشي يعني لي سوليست وفي ذلك الإشارة إلى أن العود سيكون مصاحبا بالقانون بالقطار بالدربوكة بالرولا بالهجوج بالناي بالليار بمختلف الآلات والدعم أو المغرب يكون ساكسوفون يعني عود مع ساكسوفون هي مع كل الجلده ديال الشباب هي الشباب يعني كنت تكونوا حاضرين معنا لان واخا هما ما كيعرفوش في المسرح كنت هنايا في دار الصلاه ولكن ضروري تكونوا حاضرين وضروري تكتبوا فيهم لان احنا بالنسبه لنا الشاب يعني تنشوفوا ان عنده امكانيات وحنا تنشوفوا حتى تنبهوا ان ان شاء الله نلحقوا الى الدوره المقبله يكونوا هما حاضرين الهدف الهدف كذلك من هذه الورشه هو نتيح الامكانيه لهاد الفنانين الشباب يتلاقاو مع الفنانين الكبار يتجادلوا معهم اطراف الحديث يتناقشوا معهم على تجربتهم باش يشجعوهم انهم مستقبلا يشقوا حشومة طرقهم بنفس او على غرار هاد الفنانين الكبار الان الجماعه تقوم اولا ب يعني بدعم مادي مباشر من خلال يعني مع اقول بعيني متجلى في المصاري الفريقة ولكن كذلك هناك بعض المساهمات اللي حنا كنقيموها التزيين ديال الازقه الحضور ديال ولو انه داخل في اطار الاختصاصات ديال اليومي ولكن حنا كنشعروا به لان كنحتاجوا تزيين بالرايات الى اخره باش الفضاءات ديال المهرجان تصطدم الفنانين في جو لائق. النقطة الثانية المنظمة البلجيكية ميوزيك فون هذه كانت عندها واحد الاتفاقية ثنائية ما بين الحكومة المغربية والحكومة البلجيكية الحكومة ديال الوالوني بروكسل على كتمتد ما بين سنة 2012 إلى 2014 خلال أول مرة وإلى تلاقيت معاه أو أي أسرة ديالو أنه بغض النظر على انتباهه لعبد الواحد التطواني اللي هو اسم كبير هذا هو كعازف متفرد أول مرة تيعزف كعازف هي في مدينة تطوان هو بيدو قرا وأشر في واحد مجموعة ديال المقالات علاش لأن حنا ما نرضاوش نكون نسمعوا شكاين شي مهرجان آخر اللي صادفوا ما صادفتوش من بيتو اذا كان دائما تفكر فيه حتى هذه السنه باش ما نقولش يعني كون كان عندنا خمس ايام يعني كان عندنا اختراع عطينا المدرسه الثقافيه فيها هشام التطواني على اساس الحضر عندنا اذا خص يكون عندنا لان يعني شكون الاختيارات دائما عندنا الناس حاضرين ديال المدينه التطواني وديال الجهه وديال الناس اللي هما خارج الجهه شنو باش نفرقوا ما بين كاين عازف متفرد يمكن يكون ملحن يمكن يكون مغني اسمه كبير جدا ولكن واش هو كونسيرتيست واش هو قادر انه يعطي افكار حريص بنوبي او نبي او عند او هشام تطواني او ضبط هذا هو المفارقه هي انه يمكن واحد المجموعه ديال العازفين عندنا في المغرب ممتازين واسماء كبيره ولكن ملي تيكون فوق الخشبه ما تيكونوش عازفين متفردين علاش لان هذاك سوليست سوليست هذا الانسان حدو انه قاد باش يعطي جمل ويعطي افكار ويصيغ واحد الكونسيبت يعني يطرحوه كموضوع ممكن مثلا حل اذا حضرتوا العام اللي فات وبقيت تذكروا الفرقه ديال طنجه الفرقه ديال طنجه اللي جبناها هذاك واشتغل على الموسيقى العالميه وصابها في واحد القلم اللي هو شرقي عربي وف
فيه مرفوع اندلسي، كانت فكره جميله جدا من غير انه عازف تبارك الله عليه ومتمكن. غادي نتكلموا على الصديق ديالنا زبير، هشام زبير. هشام الزبيري تقريبا خمسة مرات هو كيقدم المعلم انه معايا الفرقه ديالي ويقدر يقدم. دوزناه مره واحده ولكن قلنا له شوف راه يجي باش دوز انت خصك تجيب لنا فكره. يعني هذيك الفكره حنا كنشوفوها كنبعثوها، من بعد عندنا لجنه اخرى يعني في وسط الوزاره الثقافه اللي فيها كذلك ناس متخصصين في الموسيقى وتنطرحوا الفكره وتناقشوها كاملين بغض النظر على اي حاجه باش تكون واحد المصداقيه في هذاك الاختيار. بطبيعه الحال الناس ديال تطوان جمال الوالد لانه في وسط مدينته خصنا نحتضنوا وخصنا الدرجه الاولى. ثاني شيء هو ان مثلا في التكلمات تكلمتي على علي المجاهد. علي المجاهد مثلا اللي غادي تنظن انا نكررها في اصوات نسائيه ربما كنت تعقبهم كمديره فنيه او الاسم ومثلا منها ولما لا يتم التفكير كذلك في المنطقه ديال الاندلسيه هناك تطور الموسيقى الاندلسيه. يعني هنا في مهرجان بعود نقولوا تطواني نقولوا سميتو مصطفى كاين بزاف ديال الناس يعني ماشي مزواق كاين بزاف ديال الناس سميتو ديال الاسماء. شنو المشكل هنايا كتكون لائحه قليله بزاف مثلا هذا العام محمود الادريسي عملنا بزاف ديال الاسماء وكان بهم حتى كذلك تطواني ولكن شنو يعملوا في الخريطه ديال التكريمات اللي كاينه في المغرب تيقول لك فلان غادي يتكرم هنا غادي يتكرم هنا وعطينا حنا ما كناش عارفين وحقا عطيناه واحد العرض غادي يمشي للعراق او غادي يمشي لسوريا حنا كنقولوا ما عارفينش ملي كنشوف الوزاره كتقول لك ها علاش غادي اذا ما فيها باش نشوفوا محمود الادريسي. حنا في الحقيقه تلجنا صغرنا هذا الاختيار هذا وقلنا ما كنبقوش نتفقوا فيه وتنذكركم دائما النهار اللي كنا ذكرنا في الويشه كان واش باقي تتعقلوا ان تطوان هي الوحيده اللي كرهته في حياتي وكانت انتقادات يعني في وسط الندوه ان لماذا الاختيار ديال سميتو ديال الميشا ودافعنا عليه لان الميشا علاش هذيك الاله ديالته حتى هي من سلالات العيدان حتى هو يعني في الموسيقى التراثيه وكان الحمد لله المسائل ديال الناس الرقص مال ديال المهرجان هو الجمهور ديال تطوان لانه ما اظهر كبار الفنانين في تطوان ماشي قاعة السينما الاسبانيول اللي كيعتقدوا الناس او الوطين اللي كيقيموا فيه لا التجاوب الممتع اقول التجاوب الممتع مع الجمهور تطوان عند جمهور ذواق تطوان عند جمهور يستمع بالمعاني وبالتالي هذا هو الرقص الرقص مال الحقيقي لانه كيكسب استمراريا للمهرجان ما كيجيش الفنان وكيعزف وما كاينش تجاوب لا الرجوع ديال القرصين خليفه تطوان ماشي اعتباطي انه اعجب بجمهور مدينه تطوان واعجب بمدينه تطوان واحد فنان يعني الرزمانه ديالو محسوبه بدقائق ماشي بالايام شي يجي يمكن تسمع اربع ايام تطوان هذا اعتبره واحد السك ديال الثقه في المهرجان وفي تطوان وبجمهورها فاود من خلالكم خوتي الاخوان اتقدم الشكر الجزيل لهذا الجمهور الجديد آمنين أن نكون عند حسن ظنه هذا الشيء كما ديال بنادم راه خدامة لإرضائكم ولإرضاء الجمهور فإذا توفقنا فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل دعم الحكام وإذا أخفقنا بعض العناصر فنرجو المعذرة غير مقصودة لأننا راه هذا التاريخ وبعض الأخوات والإخوة أخرين كيفاش كان عسرا كنمشيو حتى ثلاثة الصباح كنصحهم في هذا الشيء لان احنا ما عندناش الفلوس بزاف باش نمشي نعطيوها للشركه تصور راه كنصوبوا فيكم الامكانيات المتاحه بسيطه ولكن تعدونا يعني رغبه اكيده وهذه الرغبه اللي كنتمناو انها تولد عمل فني في مستوى التطلعات المثقفين الفنانين الجمهور والاعلاميين ديال مدينه تطوان. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.